اهلا بيكم متابعين نص الدنيا في كل مكان. في بنات كتير قوي بتسأل لو المناطق الحساسة بيبقى فيها غمقان وكده، ايه اللي ممكن نستخدمه نقلل من الغمقان ده؟ فدكتور داليا هتقول لنا النهارده ازاي نقلل من الغمقان ده. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ طبعا السؤال ده بيتكرر جدا جدا جدا، بالذات لو بنت بقى خلاص داخله على زواج او لسه عروسه في الاول. في حاجات عايزين نبقى فاهمينها. في يعني ريشيلي الناس بيبقى عندها المكان ده شويه اغمق، سواء الاندر ارم او المنطقه الخاصه بيكون اغمق بدرجه بسيطه. طيب انا عايزه اقلل ان المكان يغمق اكتر، وعايزه افتح، يعني عايزه اخد الاثنين، هنعمل ايه؟ الحاجه الاولانيه لو مثلا عندنا في منطقه الاندر ارم، بلاش ان انا استخدم مزيلات عرق من انواع رديئه، لان الحاجات دي نفسها ممكن تعملي تهيج. ولو هستخدم سبراي، السبراي نفسه لما باجي ارشه من مسافه قريبه ده لوحده ممكن يعمل تهيج، وممكن ساعات يعمل التهاب وعقد لمفاويه، وتحس ان في حاجه كده، يعني كان في كوره كده بدات تظهر وتبقى بتوجعك. فالمفروض ان انا استخدم حتى السبراي يبقى من مسافه بعيده. الحاجه الثانيه ان انا لو هستخدم رول اون، معظم الرول اون بيحصل منه تهيج، بس في حاجات دلوقتي طبيه نازله في السوق او في الصيدليات جميله جدا وبتقلل المشكله دي قوي. بالنسبه للمنطقه البرايفت اريا، في ناس بتستخدم لوشنز وبتستخدم بيرفيومز والكلام ده، ده نوع من انواع الحفاظ على الاماكن الحساسه، بس احنا بنتكلم ان احسن حاجه لتنظيف المكان ده الميه، لان الميه بتبقى نيوترال متعادله، لا هي قلويه ولا هي حمضيه. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ببي اتش معينه في المكان ده، اللي هو الاسيدك او اللي هو الحمضي، عشان بتحافظ على الجسم من البكتيريا. لما انا اجي استخدم عمال على بطال مواد اللي هي الغسولات او التشطيفات وتكون قلويه، بتغير البي اتش اللي ربنا خلقه ده، اصلا ممكن يعرضنا لالتهابات اكتر. فالصح ان انا استخدم دايما الميه، ومن السنه طبعا اللي هو ان انا بنظف المكان ده مع الصلاه والكلام ده، بيبقى الدنيا احسن بكتير. ان احنا نغير يوميا، نستخدم حاجات قطنيه. في بنات بتحب تستخدم اللي هي زي ما اتفقنا قبل كده الفوطه الصحيه اليوميه، يفضل ان هي طبعا تكون قطن حتى اثناء الوقت الخاص من الدوره الشهريه. الصح ان انا استخدم حاجه تكون تحتوي على نسبه قطن عاليه، لان المواد البوليستر في حد ذاتها دي هتعمل لي غمقان وهتعمل لي التهاب. وان البنت المفروض تغير اكتر من مره في اليوم، لان ده برضو بيحافظ على الجسم. من بين الحاجات كمان اللي هتقلل لي الغمقان، طرق ازاله الشعر. المفروض ان انا بستخدم حاجه مناسبه، من احسن الحاجات اللي الناس بتستخدمها طبعا دلوقتي ازاله الشعر بالليزر، دوت بقى بيجنبني التهيج اللي ممكن يحصل في البشره، وبالتالي هيقلل الغمقان ان هو ممكن يحصل. من الحاجات اللطيفة جدا استخدام كريمات التفتيح بشكل مناسب، وفي أنواع مخصصة للأماكن الخاصة، وبيبقى حتى لو هنعمل جلسات تقشير، سواء تقشير في البيت أو في العيادات الخاصة، استخدم أنواع طبية. يا جماعة بلاش نستخدم الخلطات اللي هي بتتباع عن طريق النت، واحماض الفواكه. احماض الفواكه احنا بنعمل بيها تقشير في العيادات، بس اللي بيستخدمه بيبقى طبيب متخصص، عارف هيحط كميه قد ايه، عارف ان لا قدر الله لو حصل التهاب المفروض العيانه دي تتعامل معاه ازاي. لكن لما احنا بنستخدم مع نفسنا كده في البيت، ممكن نفس الماده اللي انت مستخدميها بتستخدميها بطريقه غلط تعمل لك حرق، ويكون حد تاني يستخدمها لك، يعني يستخدمها لك بطريقه صحيحه. فبلاش المغامره عشان انا مثلا عايزه اوفر فلوس اذي جلدي وهضطر ادفع مبالغ اكبر. يا يعني اما تتجنبي الموضوع ده خالص، استخدمي كريمات حتى لو هي هتاخد معاكي شويه وقت في ان انت تاخدي النتيجه اللي انت عايزاها، يا يعني اما تروحي لحد متخصص يشوف الحاجه المناسبه ليكي ويديها لك. بلاش ان احنا يعني في حاجات كده بلاش ان احنا نحط ندلي بدلونا فيها. شكرا لكم.